عادل انت كنت فين؟ انا بقالي ساعه بدور عليك. ما انا هنا اهو. طب مش هتقولي بقى مالك؟ مفيش. مفيش ازاي يا عادل؟ هو انا مش عارفاك؟ مالك؟ مضغوط، مضغوط يا ميرنا، مضغوط يا حبيبتي شويه. طب بص يا حبيبي، احنا واحده واحده، مش لازم نعمل كل حاجه مره واحده. بص الشقه ممكن نفرش بس اوضه النوم والليفنج والفرح. بصراحه كاتبين ليست كتير قوي بمعازيم مالهمش لازمه. احنا نعزم صحابنا بس. والله نيمون موافقه باسبوع واحد. اضحك بقى. كويس قوي انك فتحتي الموضوع دي، لان انا كنت عايز اتكلم معاكي ومش عارف اجيبها ازاي. بالنسبه للهنيمون انا مش عارف اسافر بره مصر اصلا، اخرنا يومين وفي اسكندريه. ده زي قدرت. حتى الفرح مش في مقدرتي. انا اخر عامل كام كتاب بس. والشقه اللي انت عايزاها في كومباوند اجيبها منين؟ اخري معاكي شقه اجار جديد في اي حته لسه بتتبني طالعه جديده. يعني ايه يا عادل؟ انت كنت بتكذب عليا؟ ليه وعدتني بحاجات مش هتقدر تعملها؟ عشان اوصلك. كنت عايز ابقى جنبك. بالكذب؟ مفيش حاجه يا عادل بتكمل اساسها كذب. طبعا بعد اللي انت سمعتيه ده كله مش هتكملي معايا صح؟ انا قلت ده يتساب فورا. يا ماما حرام، يعني هو هيعمل ايه؟ هيقطع نفسه؟ يعني انت عايزاه يسرق؟ بقولك ايه، انا مش عايزه كلام، اتصلي بمامته حالا عشان انهي الموضوع. لا يا ماما، مامته ايه؟ اصلا كده هيقولوا علينا خلاص ان احنا ناس ماديه. ما يقولوا زي ما يقولوا، انت مالكيش ذنب. مش انا اللي شجعتك على انك تتخطبي له، وانا اللي بشجعك على انك تسيبيه. وانا يا ماما بصراحه مش عايزه اسيبه، انا مرتاحه معاه، عايزه اكمل. مش هتكملي مع واحد كذاب. يا حبيبتي هو مش كذاب، هو خاف يقول الحقيقه بس. انت مش فاهمه، اللي يكذب في الصغيره يكذب في الكبيره. ده كدب علينا في امكانياته الماديه، ما نعرفش بكره ممكن يكذب علينا في ايه تاني. طب وجه وقال الحقيقه، ها هيعمل ايه تاني بقى؟ بقولك ايه، انا مش عايزه مناقشه، انت لسه صغيره. لا انا ما بقتش صغيره يا ماما. عاندت مع ماما وما سمعتش كلامها وصممت ان اكمل. حاولت اقرب وجهات النظر بينها وبين عادل. طلباتك كلها هنعمل. ماشي، انا موافقه ادي له فرصه، بس على الله بقى يصدق في اللي جاي. ان شاء الله هيصدق وهنعمل كل حاجه انتوا عاوزينها. ونجحت في ده، بس يا ريتني ما نجحت. بعد ما كل حاجه اتظبطت وخلاص رضينا بامكانيات عادل الحقيقيه ودخلنا بقى في مرحله توضيب الشقه، اكتشفت ان الاستاذ عادل المحترم بيظبط مع بنت جديده في البنك. لا ومش بس كده، يعني هي مش حاجه طياري، ده مفهمها كمان انه قرب يفسخ خطوبتنا. والكوميدي بقى انه قال للبنت ان السبب ان احنا ناس طماعه. تخيل. طبعا البنت كانت محترمه، ولما سالتها قالت لي، ومش بس قالت لي، دي سمعتني كل حاجه. وسبته.